خلينا نروح لهدية النهاردة الهدية النهاردة يرويها أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عاد مريضا زار مريض واحرصوا على زيارة المريض في العشر الأواخر قوي لأنك لما بتزور مريض خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى الحاجة الوحيدة في الحديث القدسي اللي قال لك أما علمت أنك لو عدته يعني زرته لوجدتني عنده المريض ادع نفسك بأي دعوة عند المريض هتلاقيها مجابة ما فيهاش كلام لا ترد من عاد مريضا لم يحضر أجله ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول بيقول اللي يروح يزور مريض ولسه ما عاده ما جاش لسه أجله ما قالش أو ما أنشي فقال عنده سبع مرار يعني سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض يعني اللي هيدعي للمريض سبع مرات بهذا الدعاء وما يكونش أجله حان ربنا إن شاء الله يشفي طيب إحنا بقى إخواننا اللي في العزل وإخواننا اللي برة ممكن بقلوبنا وبألسنتنا نضرع إلى الله والله يعلم أن ابتعدنا عنهم ليس بمقدورنا أن نصل إليهم فربنا غفور رحيم قادر أن يشفيهم بالذكر الذي علمه إيانا صلى الله عليه وسلم يلا نرفع ايدينا للسماء كده ونقول لربنا اللهم رب النبيين رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل البيت الاطهار اغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واجبر كسرنا واحفظ بلادنا وصب الخير علينا صبا صبا لا تجعل يا ربنا عيشنا كدا كدا اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا لا تعذبنا بالخوف ولا بالجوع يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أهمامنا ونور أحزاننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم اعتق رقابنا من النيران اللهم اعتق رقابنا من النيران اللهم اعتق رقابنا من النيران اللهم انظر الينا نظره رضا في هذه الليالي المباركه يا اكرم الاكرمين وتقبل منا صالح الاعمال واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين واخرجنا من الدنيا مستورين اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أقرأ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآلين.